السلام عليكم اصدقائي هنالك دائما رد فعل جاهز تقريبا من قبل المتدينين عموما وهو عندما انت تحاول ان تنتقد فيها الدين الموجود وايضا رجال الدين الموجودين وقراراتهم وفتاواهم وما الى ذلك دائما يقول لك الدين بريء من كل ما يحدث وان سبب تخلف البشر هو البشر انفسهم وكان الدين شيء خارج عن البشر ولا علاقة له بالبشر إنما هو كتيب تعليمات المشكلة إن هذا الكتيب هو كتيب دقيق مئة بالمئة وليس فيه أي خطأ لكن المشكلة بهؤلاء البشر الذين لا يجدون قراءة هذا الكتيب التعليمات ولا يجدون بالتالي استعمال أنفسهم كأجهزة يعني البشر هم عبارة بالمنظور الديني هم عبارة عن جهاز مثل الموبايل ياتي مع كتاب التعليمات الخاص به وعليك ان تطبق هذه التعليمات فنحن بالتالي لسنا بشرا ولسنا ذوات لديها شخصيه خاصه لكل منا طبائعه وحاجاته وافكاره وظروفه وغاياته وهواجسه هذه كلها لا علاقه لها بالموضوع ان هنالك كتيب او سلسله او قاعده او او صفيحه اعمال او تعليمات يجب عليك ان تتبعها عندما تفشل في هذا الامر فعليك ان لا لا تلوم هذا الكتيب كتيب التعليمات هذا هذا الكتيب صحيح ودقيق بالمئة بالمئة والا فانت ستكون كافر او مرتد او عاصي وما الى ذلك من هذه الاسماء الدينيه الجاهزه. بالتالي احنا لسنا اكثر من اجهزه يعني يتم خلقها مع كتيب التعليمات الخاص بها وهذه الأجهزة تتعطل أو تفسد أو تمارس أعمال خارج نطاق التعليمات فبالتالي هذه آه هذه الآلات أو اللي إحنا واحد يعني أنا واحد من هذه الآلات يجب أن أتبع الدين والا انا اعتبر شخص يتعارض او يعترض على هذه التعليمات هذا المفهوم الديني السائد الذي يؤكده الجميع بالمناسبه هذا عندما ربما البعض يستغرب انه بهذا الصيغه الموضوع لكن هي هاي الحقيقه انه دائما اواجه بمن يقول لي لا تنتقد الدين، الدين بريء من سبب تخلف البشر وهو كذا وهو كذا ويقدم للأدلة اللي هي كلها مستلمين من كتيب التعليمات الذي يتم نشره يوميا على مدى سنوات وبل وعلى مدى قرون بحيث اصبح جزء مندمج مع الذات البشريه، على كل حال لازم نناقش هذا الموضوع انه عندما انت تجي تقول لي انه الدين هو كذا فهذا راح افسره بطريقتين، أولا التفسير العاطفي والتفسير الثاني التفسير العقلاني فأنت عندما أجاوبك راح أرد, أرد على هذا التعليق بأنه أنت تبرئ الدين من هذا الموضوع فأنا أتعامل معك بطريقتين أما أنه أنت تقول هذا الشيء بدافع عاطفي ودافع قطيعي أنه أنت جزء من القطيع تعتبر نفسك وعليك أن تطيع وتنفذ هذه التعليمات وتشعر دائما بالذنب الذي يتطلب منك اداء الفرائض الدينيه وايضا تقدم الادعيه وان تستغفر لذنوبك وما الى ذلك باعتبارك الاله لديها مشاكل كثيره ولا بد ان تستغفر من يعني تطلب او تتوسل الدين لان يغفر لها اخطائها هذا المساله مهمه جدا بالنسبه للمتدينين لانه هو يعتبر نفسه جهاز او اله تم إرسالها أو خلقها لكي تجيد عملها وإلا فإن عليها أن تتحمل وزر ما أساءت استخدامه وهو جسدها الذي هو مجرد آمانة لديها هذا السبب شوف الانتحار ممنوع أو حرام أو محرم دينيا لأنه أنت تتصرف في شيء ليس لك هذا يأكد كلامي بأنه إحنا مجرد آلات ولديها كتاب تعليمات يصدر عن هذا الشخص العاطفي هذا خلينا ننحيه جانبا يعني تفسير العاطفي هذا لانه هو شخص جزء من القطيع ولا يستطيع ان يتصور نفسه خارج القطيع هو مؤمن ومندمج مع القطيع وجزء من هذا القطيع ولا قيمه له ولا ولا يوجد انسان داخل هذا الكائن الذي يدعى انسان. انما هو شخص مفرغ من المعنى، مفرغ من القيمه، مفرغ من من كل شيء. بمجرد يحاول ان يتبع القطيع كما يتبع التيس جماعته في القطيع. على كل حال الجانب العقلاني الثاني وهو ان هذا عندما نحاكم هذا الموضوع عقلانيا فنجد بانه الدين ليس بريئا مما يجري وبالعكس هو سبب المشكله الاساسي هو الدين نفسه لأنه لو كان هذا كتيب التعليمات هذا كتيب دقيق وصحيح مئة بالمئة لما أعطته أن يدرج مشاكل هذه الآلات التي يعتقد بأنه أنه إله هذا الدين خلقها وأرسلها مع كتيب التعليمات الخاص بها لو كان هذا كتيب دقيق جدا لما حدثت أي أخطاء الأخطاء بالتالي ليس سببها سببها الكائن الذي تم انتاجه وخلقه وفقا للمنظور الديني او المعتقد الديني انما بسبب هذه التعليمات نفسها التي فشلت في صناعه اجهزه صحيحه الايمان وصحيحه البدن والبنيه والفكر والعقل وما الى ذلك فبالتالي العله عندما انت تصنع سياره تلوم السياره على على أنها لا تجيد عملها أو لا تنفذ المطلوب منها من بالطريقة الصحيحة لأن العلة في العقل الذي صنعها وهو الدين نفسه أنت أطلقت هذه السيارة في العالم أو السيارة الدينية إذا صحت التسمية وهذه السيارة وضع ضمن تعليمات علم اصول الفقه، هنالك نصوص مقدسه صحيحه 100%، هنالك صحابه، هنالك اتباع، هنالك حواريين بالنسبه للمسيحيين، هاي القصص كلها ادت بالنتيجه الى صناعه شيء اسمه إسلام او شيء اسمه دين بشكل مسيحيه او شيء اسمه البوذيه، لكن بعد ذلك عندما يحدث اخفاق او صنع السياره يعني نفس الشكل المادي. فبالتالي عندما يحصل اخفاق لا يمكن ان تلوم السياره على انها لم لم تشتغل بطريقه صحيحه لانك اصلا انت الذي خلقتها، انت الذي صنعتها، انت الذي وضعت في داخلها الروح او الطاقه التي تجعلها تتحرك، فبالتالي هذا كلام تافه وسخيف هو مجرد تهرب من مواجهه الواقع وهذا الجبن يعني قمة الجبن وقمة التخاذل وقمة يعني استهتار بما كل ما هو إنساني واستهتار بمستقبل الإنسان نفسه وحتى بقيمته مع نفسه وقيمته قيمة أهله وقيمة علاقاته مع الآخرين كل هاي المسائل هي لها علاقة بالموضوع ومن أجل ماذا؟ من أجل أن نقول أن هذا كتيب التعليمات أو الدين المرسل من لا نعرف من أين هذا هو صحيح مئة بالمئة. ومسألة تملق ساذج دفعت ثمن الشعوب بشكل هائل وآسف على طالة مع السلامة